شقق مبادرات التمويل العقاري واحدة من أهم الخدمات اللي بتقدمها البنوك واللي عليها إقبال كبير جداً من المواطنين. في ناس كتيرة من الناس مش عارفة إزاي تحصل عليها ولا الفايدة بتوصل لكام. لو عايز تعرف كل التفاصيل دي كلها خليك معانا للآخر. مصر في السنين اللي فاتت بتعاني من ارتفاع كبير في أسعار العقارات، وده للأسف خلى نسبة العقارات المعروضة للبيع كبيرة جدا، وللأسف الإقبال على الشراء بيكون ضعيف جدا بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار للعقارات، وده تسبب في ما يسمى بفقاعة السوق العقاري. حالة الركود الموجودة في مصر في السوق العقاري ده بسبب ارتفاع الأسعار خلت كل الناس بتسأل على مبادرات التمويل العقاري اللي بيقدمها عدد كبير من البنوك الموجودة في مصر لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار بالنسبة للعقارات، وكمان علشان تساعد المواطنين على شراء العقارات والشقق السكنية بشروط وأقساط شهرية محدودة وميسرة على المواطنين. مع الوقت الأسئلة كترت على مبادرات التمويل العقاري وإزاي نقدر نشترك فيها وهي شروطها والفايدة بتوصل لكام. من غير ما تلف ولا تحتار أنا دلوقتي هقولك على أبرز 3 بنوك حكومية بفايدة 8% لمتوسطي الدخل. البداية هتكون معانا من بنك التنمية الصناعية اللي حدد الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية 2.5 مليون جنيه، والحد الأقصى للدخل الشهري 40 ألف جنيه للفرد و50 ألف جنيه للأسرة، والحد الأقصى لمدة القرض 25 سنة. ومن بنك التنمية الصناعية بنروح معاكم لبنك التعمير والإسكان اللي أعلن عن دخوله لبرنامج التمويل العقاري بنسبة 8% لمتوسطي الدخل، وحدد الحد الأقصى لمدة القرض 25 عام. كمان أعلن عن الحد الأدنى لعمر المتقدمين للدخول في المبادرة 21 سنة، والحد الأقصى للسن 25 سنة للموظفين وأصحاب المهن الحرة، والحد الأقصى للسن لأصحاب المعاشات 60 سنة بشرط سداد 20% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة مع تحويل المعاش للبنك، والحد الأقصى للدخل 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة، والحد الأدنى للتمويل بيوصل لثلاث سنين، واشترط أن سعر الوحدة يكون الحد الأقصى بتاعها 2.5 مليون جنيه ويكون الحد الأقصى للتمويل 2 مليون جنيه. ومن بنك الإسكان والتعمير بنروح معاكم للبنك الأهلي المصري اللي أعلن عن الدخول في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفايدة 8% لمتوسطي الدخل، واشترط أن يكون سن المتقدم للدخول في المبادرة ما يقلش عن 21 سنة وقت التقديم وما يزيدش عن 65 سنة لكل الناس مع انتهاء التمويل. كمان حدد الحد الأدنى لمدة القرض بخمس سنين والأقصى 25 سنة، والحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية ما تتعداش الـ 2.5 مليون جنيه، واشترط أن تكون الوحدة السكنية اللي المواطن مقدم عليها كاملة التشطيب جاهزة للسكن فيها كل المرافق، وحدد كمان الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% من إجمالي قيمة الوحدة بتوصل قيمة التمويل لـ 80% من إجمالي قيمة الوحدة. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.